في مقولة يعني مشهورة أن لكل شخص لا من اسمه نصيب. البعض يشكك في هذه المقولة والبعض يأكدها علميا. فهل فعلا أن كل من اسمه سعيد يعيش في سعادة؟ أو شنو هي أفضل الأسماء اللي تحمل صفات حسنة؟ هل فعلا لما أنا أسمي بنتي أو ابني لازم أبحث عن اسم له صفات معينة؟ أنك أنت إذا سميته ترى راح يطلع سلوكه كذا، وراح يصير ذكي، وراح يصير هادي، وراح يصير شكل. الناس سمت نفس الأسماء وخلصنا. هل فعلا الإنسان في نص الطريق لما يغير اسمه يتغير سلوكه؟ كل فرحان دائم مبتسم. ضيفنا اسمه فرحان، وراح نتعرف معاه عن سر هذه الأسماء بالتأكيد وعن هذه السلوكيات. وإذا عندكم أسماء وصلوا للكنترول راح نقول هني عند على الهواء، راح يقولنا عن هذه الأسماء. نرحب بضيفنا الكريم المهندس فرحان الشملاني، باحث في معاني الأسماء. مساك الله بالخير أستاذ فاضل. حياكم الله. حياك الله. الله يحفظك. كيف حالك؟ بخير يا مال. طيب إن شاء الله. الله يحفظك. فعلا كل فرحان مبتسم؟ والله بإذن الله عز وجل. يعني أنت بديت فيني، أنا المفروض أن أبدأ فيك. لازم تبدأ فيك قبل تعشمي. لا لا أنا والله محضر ما شاء الله. حياك الله. تبارك الله. حياك الله. فوين حاب تبتدي طال عمرك؟ سأترك الانطلاق لك. أنا ودي بس مقدمة بسيطة بعدها ندخل في الأسماء. تفضل. طبعا العلم الأسماء هو علم. نعم. طبعا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الله عز وجل. احنا نتكلم على إطار أسماء البشر. نعم. أسماءك، فالاسم له نصيب من صاحبه، وأفضل مسمى وتعريف للاسم هو اسمك، هو عنوانك. مثلا الكتاب له عنوان. نعم. العنوان يشرح محتواه، فنحن باللقاء هذا بنتكلم عن المحتوى. نعم. لأن الاسم عرفناه راشد. نعم. نتكلم عن المحتوى. راشد. حلو. اليوم تبتحكي عن محتواي انا، وانا والله كنت احضر لك شويه. تقول كل الايجابيات، سلبيات بعدين بعد الهواء. لا لا كلها ايجابيه باذن الله. ان شاء الله. طبعا الاسم من حق الابن على ابيه ان يسميه اسم حسن. نعم. طبعا والاسماء الحسنه طبعا قد نختلف انا وانت في مقاييسها، ممكن نرى الاسم كويس وجيد، غيرك يرى الاسم مش لطيف. صحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جانب الاسماء، وذكر في احاديث فيها، ذكر خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، وقدم بالذكر عبد الله على عبد الرحمن. فبعدها الأسماء المرتبة اللي تليها مرتبة أسماء التي مقرونة بالتعبيد إلى الأسماء الله عز وجل، عبد الرحمن عبد الرحيم، العبودية لله عز وجل. وصلت الفكرة في هذا الجانب. جميل. خلنا نتحدث الآن في تطبيق عملي. تطبيق عملي يأخذ راشد. راشد احنا نتكلم على مادة الاسم. أصل الاسم مفرد علم لا يعرف، احنا كنا نتكلم عن مادة الاسم اشتقاقه. راشد على وزن فاعل، صح ولا لا؟ راشد من الرشد. راشد من الرشد. فأنت في طبعا راشد ثلاث مقاطع أربع حروف. كيف ثلاث مقاطع أربع حروف؟ نعم. الراء مقطع، الألف مقطع، حرف الشين مع الدال مقطع، فصاروا كم؟ ثلاث مقاطع. ثلاث مقاطع. نعم. حلو؟ نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمار أمتي بين الستين والسبعين. والسبعين. أخذ يمد الله عمرك الطاعة وعمار جميع المسلمين. من يسمع. لو أخذنا السبعين وقسمناها على العمر على حروفك، عرفت؟ فيتطلع كل مثلا بداية الشباب كانت في حرف الراء. أنت رحمة، بدايتك رحيم جدا، فلطيف لطف، لكنك عندك الشين مقويك، الشين شد، لاحظت في النهاية. أنت مثلا فيها جانب معين نذكر صفاتك. طبعا الاسم هو هذا لأني أنا قدامك قاعد، ولا هذا اسمي بس؟ لا لا لا، اسمك ولكل من يسمعنا اسمه راشد. أي واحد اسمه راشد كذي؟ أي نعم. شفت البصمة اللي في اليد؟ نعم. شفت البصمة اللي في اليد؟ صحيح. ما تتغير. ما تتغير. صحيح. فكذلك الاسم، عرفت؟ طبعا راشد السعودي هو راشد العماني، هو راشد الكويتي، هو راشد الإماراتي، هو راشد البحريني، هو راشد المصري، هو راشد التونسي. نفس السيارات اليابانية في فئة معينة، نفس الستاندر. صحيح. لكن تتغير في إيش؟ لكنة، الكلام، ايه. الملابس، ايه. طريقة مثلا شعره، طريقة لبسه. لكن راشد، وأنت الآن على الهواء، في الغالب أنت تحب لبس الدشاديش، يسمونها الدشداشة، فأنت تحب اللبس ذا في الغالب 90% من اللي عندك ملابس. يعني هو حصل لي بدله لبست. لا يعني. لا 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 انا سؤالي هي هويه وطنيه، واحب الدشداشه بتاكيد هويتي الوطنيه. انا يهمني السؤال، انا يهمني ابغى اوصل النتيجه. انت الان راشد. نعم. فانت راشد، بدينا في الراء، الراء بدي في رحمه، فانت في بدايه حياتك فيك لطف، بعدها امتداد الالف، بعدها الشين، بعدها الدال. انت حتى في بيتك تركز على مدخل البيت كديكور، اول ما تدخل البيت تركز على حاجات معينه، تعطي ملاحظات. ممكن تقول لي كل الناس يسوون كذا، لا، لكن عندك القيمة هذه أعلى. أنت تحب الشعر، إذا ما أنت شاعر أصلا وكنت تضمر الشيء ذا، فأنت عندك الشين. الشين من اشتقاقاتها الشعر، الشاعرية، الشجاعة. ممكن يقول هذا جالس يمدحه أنه أمامه، لكن أنا أتكلم في شيء
معنى قيمة تبطنها، يعني شيء جواتك عندك هدوء معين، مهما تصير مشاكل مهما تصير أمور عندك الدال وعندك أمور هادية. طبعا اسمك طبعا أنت مقترن بوالدك، أنت ماخذ من والدك صفتين، ماخذين الفيزيكال اللي هو اللحم والعظام والملامح، وماخذ منه الصفات. اسمه والدك حسن، حسن رحمه الله. فأنت ماخذ من حسن صفات معينة، الملامح والملابس والشكل، وكذلك ماخذ منه صفاتك. حسن مؤثر عليك بملامح ومؤثر عليك كاسم. فوالدك رحمه الله حسن، في الغالب حسن يكون يحب الملابس، يكشخ، يحب يكون حسن مثل اسمه حسن وحسين. تجد انه يحرص على ملابسه، يحرص انه يطلع للناس بافضل شكل. حسن وحسين طبعا، واما بنعمه ربك فعدل، يعني الله يعني منعم عليه حاب انه جميل. لا لا، انت قد تجد مبررات لاي صفه، بس انا اتكلم على الشخص ذا ايش يمتاز فيه. مثلا حسن انسان حساس، وفي ناس تبالغ استاذ مهندسنا، في ناس تبالغ في المظهر، يعني يبالغ في هذه الكشخه احنا نسميها، وفي ناس لا والله لبسه وهندامه ممتاز ومرتب، ويعني لا 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 اقصد لا، بعضهم من شخصيته هذا هذا من شخصيته هو، لا شعوريا يحرص دائما انه يكون هندامه مرتب، لا يعني لا ممكن يصرف اللي في جيبه كله علشان يلبس حاجه. نعم، يكون مصرف من جزء من داخله عشان يلبس حاجة. ما نتكلم عن حسن وحسين، في الغالب يحبون الحساب، إنسان حساس يحب يسمع. أنت راشد، نعم، را شد مقطعين حتى في اللفظ. فأنت دائما أي حاجة تشوفها لازم تشوفها بعينك، يعني لو أقول لك مثلا في سيارة معينة كذا تقول لا أبغى أشوفها. فأنت إنسان بصري لازم تشوف الحاجة. حسن وحسين إنسان حسي يميل للمحسوسات، تقول له حاجة ناعمة، الجهاز كذا لطيف، فيتجاوب. هذه كلها إيجابيات، خلينا ندش سلبيات. لا لا، بس أنت ما قريت لي، قلت كلامي صح اللي أنا قلت لك؟ تبين أقر بعد على الموضوع؟ إيه أنا هذا هدفي، مشروع تخرج أنت يا أبو. ها؟ أقول أنا ما أخذك مشروع تخرج اسمه راشد. يلا توكل على الله، وأنا حاضر طالع، ممكن أكون قيد الدراسة. الله يعني. لا لا، هو أقصد إنه يا شيخ راشد اسم جميل، وهو من الرشد. يعني اللي ما عرفت عندك مثلا حتى الوظائف، المرشد الطلابي، صح ولا لا؟ ارشادات توجيهيه. فالرشد الناس يحتاجونه في حياتهم. جميل، تفضل. راشد على وزن فاعل، فاعل، وفاعل على وزن فاصل. انا عندي فاصل، باخذ هذا الفاصل وبرجع معك، عندي مجموعه من الاسماء الكنترول قاعد يغذيني فيها، نبي نتعرف على نقاط مهمه، ايجابيه سلبيه، بس ايضا راح اخذ السلبيات في راشد. نبي نتعرف اسم راشد، مو راشد انا، اي واحد اسمه راشد على فكره، يعني كل ما ينطبق علي انا بروحي. فاصل وراجع لكم ان شاء الله. بيني وبينكم اتفقت معاك، قلت تقول السلبيات، انا ما سمعتها الصراحه، قلت بس لا تقول كل شيء. تفضل استاذ فرحان. طبعا شو سلبيات اسم راشد؟ هم قصه سلبيات، وقولوا للناس حسنى. انا فمن عادتي اني دائما اذكر المحاسن، حتى الاموات يقول اذكر محاسن موتاكم، وهم اموات. نعم، فالكلام الجميل جميل في الغالب. الشاهد انت دائما تشد في بعض الامور وترتخي في بعض الامور. نعم، واحيانا تشد في اماكن المفروض انك ايش؟ ترخي فيها. ترخي فيها، واحيانا ترخي في موضوع المفروض ايش؟ تشد فيه. وهذا في التربيه. لو تلاحظ في التربية في أمور أنت ارتخيت فيها، عشان كذا يأتي موضوع إيش؟ الزوجة، الزوجة تساند الزوج، تبين له جزء معين يغيب عن حكمه. جميل. فأنت لابد أنك تسمع من أطراف ثانية، يعني لا تأخذ القرار لوحدك بما أنك شجاع تأخذ الأكشن. طيب. لا، واللي غير اسمه بنص الطريق؟ جميل، اللي غير اسمه في نص الطريق مثلا في الغالب يعني لها عدة تأويل. طبعا القيل فيها أنها يعيش بشخصيتين، يعني مثلا أحمد غير اسمه إلى سعد، فعمره في العشرينات، فأخذ أول حرفين بداية عمره ينادونه أحمد، الآن ينادونه سعد. وهذا يدخلني على مدخل أعمق، وهو مثلا أكثر ناس يغيروا أسماءهم مين؟ اللي مو عاجبه اسمه. لا، الرجال يعني قصدك؟ لا. لا. لا، أكثر ناس يغيروا أسماءهم ويظهروا بأسماء يغيروها إخوان الممثلين والممثلات. هاي قصدك يعني يخرج باسم فني غير اسمه الحقيقي؟ ايوه، فتجده 30 حلقه رمضان كامل اسمه. نعم، فلان الفلاني. نعم، ويطلع اسمه في شوال اسمه فلان الفلاني. في فتجد انه يتغير، كانك تغير اعدادات جوال كل ساعه. هذا يضر؟ هو له تاثير على صاحبه، بتشوف حتى بعضهم ما يكاد يميز اسمه، يعني ينادونه. طيب، بخمس اسماء. الان اللي اسمه مو عاجبه، يعني انت الان قلت ان حق الاب على ابنه انه يسميه اسم حسن. صحيح. في فترة من الزمن يعني كانت هذه هي الأسماء الدارجة والمعروفة، أو يبي يسمي على أبوه أو على جدة وغيره حسب العادات والأعراف اللي عندنا. هذا من البر يعني، ومن البر أيضا ما في أسماء غليظة يعني. صح، ما تقدر تناديه وإن كان. يعني هل هني البر هو يتقدم على الاسم الغليظ شرعا يعني؟ أي صح. أنا أسألك شرعا. لا 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 لا، شرعا لها حكمة، بس أنا أضرب لك مثال. أنا وأنا جاي في السفر، المضيء اللي سجل الاسم وقف عند اسم والدي، قال خلينا ناخذ اسم الجد، وقف عند اسم الجد، خلينا اسم العائلة. فهمت؟ نعم. فأنا أتكلم أعرف الجانب. طيب، هذا الآن الإنسان اللي يشوف أن اسمه أنه ما يناسب هذا الاسم، وصل إلى سن قانوني معين حتى يستطيع أن يغير اسمه. جميل. هو يصل إلى سن قانوني يستطيع أن يغير اسمه بحكم القانون، غير اسمه إلى اسم اللي هو يبيه، اللي هو حابه. جميل. ما سماه أبوه،
نصيبه وين؟ نصيبه بالاسم الاول ولا نصيبه بالاسم الثاني؟ الله يقول ادعوهم لابائهم. في الغالب انه يعيش بشخصيتين كما ذكرت لك، هو غير مع المنتصف اذا بشخصيتين. إيه يعيش بشخصيتين طبعا. إيه. هو الاصل انك ما تختار اسم معاكس، مثلا لو قلنا الاخ راشد تزوج واحده اسمها راشده. نعم. في الغالب بينهم ايش؟ شده شد ونفور. نعم. فيكون من الحل اما انهم ينفصلون لا قدر الله، او انه تصير فرصه له انه يتزوج واحده ثانيه، فتكون هي مش حريصه عليه كثير. جميل. فتسمح له انه يعدد. جميل. اذا انت ادخلتني ايضا في موضوع اخر، اني انا ممكن قبل الزواج يعرف هذا الاسم، اسم زوجة المستقبل واسمه هو، ويدخل في هذا الموضوع، ممكن يساعدني في اني يعني نقدم على بعض، ام خلاص يبقى ما ناسب بعض؟ ممكن الاسم يساعد في هذا الامر؟ جدا. انت اصلا حتى لو انت لو تبي تشتري سياره تقيس اكثر من مثلا سياره قدام عيني ابحث. لا 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 لا, 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 لا كاسم، لا كاسم يوصلك اسمها قبل. طيب. الناس تكلموا عن ماركه فلانيه. طيب. فيتبادر لك يعني مواصفات معينه. كذلك الاسم، الاسم مثلا انت حرفك الشين راشد. نعم. لا تاخذ واحده فيها حرف السين، لانك انت الشين اعلى، فانت سترى نفسك اعلى منها. إيه. في الغالب، لكن تشوفها نفسك أعلى منها كزوجة ولا كبنت ولا كأم، هنا موضوع يختلف. إذا كانت أمك هي بر، فتجد مشقة في البر. إذا كانت بنتك، بنت أقل منك. إذا كانت زوجتك فهي ند لك أو معك، مش ند بمعنى. إذا الأسماء قبل الزواج ممكن فيها نظر، فيها يعني نظر وفيها سلام وفيها يعني تفصيل. طيب أوصل معك نطرح بعض الأسماء نشوف دلالتها. تفضل. عبد العزيز، كون عندنا ثلاثة عبد العزيز هنا. عبد العزيز، عبد العزيز العزة لله عز وجل سبحانه. فعبد العزيز في الغالب يحب المقارنات. نعم. عبد العزيز الزاء مكرر مرتين، فهو يقارن ويقيس. نعم. أعطيت 100 أنا أعطي 100، حطوني هنا حط أنا أصير هنا، فهو يحب المقارنات دائما عبد العزيز، واسم قوي لأن العزة لله سبحانه. وغالبا عبد العزيز ما شاء الله يعني عنده أمور أخرى قوية جدا. تجارة مثلا عندهم ولا؟ لا لا لا، عبد العزيز في الغالب من يحمل اسم عبد العزيز. نعم. تلقى ما شاء الله ذريته كثيرة في الغالب. نعم. زيد. زيد، زيد كانوا يقولون أبو زيد الهلالي، فرمز للشجاعة. زيد كريم، متعود أنه يقول زين، وعنده هدوء رغم يعني ما شاء الله عنده ميزات، بس أنه هادي يعني. حتى زيد لما تشوفه يتكلم ساكت لا تظن ضعيف، عنده قدرات وعنده امكانيات، لكنه يسبق هذا الهدوء الذي يسبق العاصفه. اي نعم، ودائما ايجابي. نعم. 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 محمود. محمود انسان حساس، يحلل الامور، يحب الوعود كثيرا. نعم. هادي وسيم، يعني في وسط اهله. ممكن انا اقول محمود وسيم، تقول لي لا اعرف محمود مش وسيم، هو وسيم في محيطه يعني. نعم. اللي هو يعيش معهم هو او افضل اجملهم يعني. مثلا وليد. وليد ما شاء الله تبارك الرحمن. وليد في الغالب. نعم. وليد في الغالب. نعم. انسان يحب العلم، ودائما سبحان الله وذكي، وفي الغالب يغارون منه محيطه، بس انه ذكي والمال يقترب معه، يعني يشتغل حاجات بسيطه يعني. هذا كله خسران يا معود. لا لا لا, 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 لا وليد لو نظرت حتى اثرياء العالم ستجد لفظ وليد. ايه؟ ستجد وليد. وليد لكن عنده موضوع معين يخففه. عيسى. وليد خل يخفف اللوم شويه. نرجع لعيسى. يخفف ايش؟ يخفف اللوم، يلوم. يلوم لا يعني يكون لوام يعني. يعني اذا حد اخلف معه يلومه. طيب يهدى شوي. ايوه هذا يهدى وليد، يهدى شوي. من ذكر؟ عيسى. عيسى طبعا ممكن نتكلم في اسم واحد ثلاث ساعات، ما عندك احنا لا لم نختصر، عندنا اسماء البنات الحين بندش. طيب. اسماء البنات. عيسى اسم سبحان الذي جعل عيسى ابن مريم، ان التوافق عالي جدا، اربع حروف بدون الف، والعين بدي فيه. عيسى يحب العلم، وعيسى سريع سريع، وكذلك عنده الغيرة يغار. بندر. بندر طيب وما شاء الله تبارك الرحمن، ويتناقض في بعض الأمور، لأن عنده الباء والنون، الباء عكس النون صح؟ الباء نعم. نقطة تحت، النون نقطة فوق، فهو في الغالب أحيانا يتناقض في بعض الأمور، لكن الربع الأخير من عمره أكثر أفضل، دائما يختارونه. حطوا بندر هنا، جيبوا بندر هنا، اختاروا بندر، فعنده جاذبية وعنده بركة يشعر بها غيره. سبحان الله، يعني في الأسماء اللي أنت ذكرتها وفصل صحيح فيها صحة يعني أكثر من 50% 60% ما شاء الله. ليلى. ليلى الله أكبر. ذكرتني بأحد الأخوات شرحت اسمها، والله أستاذ راشد إنها دمعت أقسم بالله. ليلى. لأن الله يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ليلى الليل يحتاج إلى قمر، فدائما ليلى تجدها تتعلق جدا بزوجها بابنها، تحتاج رجل، تحتاج، لأن الليل يحتاج إلى قمر، فهي تبحث عن قمرها، فأي واحدة ليلى تجد قمرها زوجها، قمرها أبوها، قمرها ابنها، فكل مرحلة من مراحل العمر تميل لشخص وتحب العلم، وفي الغالب يكون شعرها طويل في الغالب. سارة.
احنا دائما عندنا هني تعرفنا اللي اسمها ساره دائما شيطانه وقشره ومشاكل يعني شو حتى المصور يقول اي صح اي واحده اسمها ساره شريه ما تقعد هاديه. طبعا مدى دقه هذه المعلومه عن هذا الاسم ساره؟ ساره هي زوجة ابراهيم عليه السلام، وساره تمتاز بالسرعه وتحب ان تنجز امورها بشكل سري. عجله احنا نسميها. لا لا مش في فرق بين العجله وفي فرق بين السرعه، هي سريعه وشاطره في الحساب، شخصيتها قويه، ولكن مع ذلك اذا سيطرت عفت سامحت. طيب ساره وابراهيم يتوافقون ام يتنافرون؟ التوافق بينهم جيد، جيد جدا وجيد جدا. حتى ابراهيم ساره تشكل له دافع، تدعمه واحيانا تريد ان تتقدم عليه وهي تتذكر نفسها فتخليه يقدم، تقول عيب انا. ياسمين؟ ياسمين من اسم الورد، وفي الاصل اسمه ياسمن بدون الياء. هو ياسمن من الورد، طبعا ياسمن بديت بياء، بديت بكسر، لاحظت ياسمن. عندها متلازمة، ياسمين دائما تسأل مين من داخل الاسم، مين دائما أول سؤال تسأله مين. كذلك طبعا هي قد يتبادر لك مع أنها ما شاء الله يعني تكون جميلة وكذا أنها ضعيفة، لا تعرف تحط الخط لكل شخص، يعني ما هي ضعيفة. طيب عبد الحميد؟ عبد الحميد ما شاء الله طيب، دائما ينجز معاملات محيطه واقاربه، ربعه يخلص شغله يخلص طيب كل يعني حتى انت جوالك لو لاحظت فيه تجد بعض الاسماء مكرره. نعم. في جوالك. نعم صحيح. بعض الاسماء ما تحطها وحتى ما تحرص انك تطور علاقتك معه، تتركه. طيب سؤالك لشخصك الكريم مهندس فرحان، حضرتك اهتميت بهذا العلم منذ نشأتك وقبل زواجك وانجابك وامور هذه كلها للابناء، ام لاحقا اهتميت بهذا العلم؟ طبعا هو كان العلم سبحان الله جاء صدفة وجاء بقدر. سبحان الله احد الاصدقاء كان شديد التعلق بفتاة ويبغى يخطبها، فسبحان الله كان في علم الالوان وفي علم بعض العلوم في علم النفس التطبيقي. فقلت يا اخي هذه ما تصلح لك. قال ليش؟ فبديت انا اعرف ليش 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 هو حريص عليها وهي مش حريصة عليه، وش الجانب في شخصيتهم هو يحرص انها ترضى وهي مش حريصة انه عليه. فبديت اشوف الاسم. نعم. طبعا بديت انا في الصحابه، اسماء الصحابه لو لاحظت عمر، خالد، اسماء تحتاج اكشن، ابو هريره يحمل الهره. نعم. جمع لنا العلم، فكان. نعم. الاسم له مدلول. طبعا قست على الصحابه، بعدها بديت في قبل الزواج ولا بعد الزواج اخترت هذا العلم؟ والله بعد. بعد الزواج. بعد الزواج. زين بعد ما تعرفت على هذا العلم متوافق الان اسمك واسم زوجتك؟ والله من توفيق الله ورحمته. سبحانه يعني هو كله توفيق الله، لكن بعلمك فرحان و خليني اعطيك ما في وقت باختصار. لا اجدادنا الاولين ما كان عندهم القياسات ولا تحاليل، ولكن البركه تاتي نصيب من الله. نصيب. احيانا حتى يكون الاسم بينهم تنافر لكن يصبرون ويحتسبون. سبحانه. يعني مو شرط انه هذا ما يناسبني خلاص انا انهي الحياه، لا تصبر وتحتسب، عرفت؟ يعني الدنيا مش انت الان فتحت لنا باب يعني لا يمكن اغفاله، هل ممكن الناس تتواصل معك تقول لك انا جاي يتقدم لي فلان الفلاني، اسمه يتطابق مع حياتي ولا اوافق ولا ارفض؟ في احد الاخوات ختاما ماذا تقول؟ ختاما احد الاخوات كان لها بنتين والحمل الاخير لها، فانا من عادتي ما اقترح الاسم، اقول اعطيني اسمين انا احدد لك الافضل. نعم. نعم. بامر الله. فكانت هي الوحيده الذي اخترت لها اسم ساره، كانت بناتها الاثنين اسمائهم رقيقه، فقلت يحتاجوا اخت لهم تكون ساره تدير بالها عليهم. نعم. وتحافظ عليهم قدر الامكان وتقوم بدور الام عنهم بعد عمر. نعم. طويل. شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوه. نصيحتك في اختيار الاسماء الان تقدمها في ختام هذا اللقاء سواء الاولاد او البنات، يعني خصوصا التوجه الاخير الان اصبحت الاسماء اجنبيه معربه تركيه ان صح التعبير، يسمون بناتهم صار الاسم للكشخه اكثر من لانه يتمتع بهذا الاسم، يعني اسم ما شلون تلاقيه في السن هذا حلو لكن لما توصل 50 سنه ينادونهم بنفس الاسم. طبعا الاسم تنادى فيه في الدنيا وتنادى فيه في الاخره. نعم. تنادى فيه في الدنيا وتنادى فيه في الاخره. فالاسم الاصل نبدا بذكور عبد الله وعبد الرحمن، اسم محمد. واسماء العباده طبعا الاسماء انت اقترح للزوج والزوجه يضعوا. نعم. اكثر من اسم، ثلاث اسماء اربع اسماء. جميل. ويبحثوا عن معانيها في النت او كذا وبعدها يبدو. شكرا. احمد شو بيسوي احمد؟ احمد طيب. احمد طيب جدا وتحليلي، يحلل الامور قبل ما يقدم لك. بارك الله فيك. والمهندس فرحان الشملاني باحث في معاني الاسامي، شكرا جزيلا لك لقبولك هذه الدعوه، وان شاء الله نلتقي معك مره اخرى في مواضيع مختلفه ونفتح الاتصالات مع الناس ونشوف اسمائهم بعد. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كل شكر لضيفنا الكريم. ان شاء الله
مستمرين معاكم بعد الفاصل، راح اترككم مع هذا التقرير. التقينا مع بارك الله فيه العم مونس بجاد العنزي، وهو عاشق للقهوة العربية، وجمع يعني مثل ما ذكرنا في المقدمة أكثر من 45,000 دلة، يعني تروح مكانه ما ودك تطلع الصراحة من هذه القهوة الجميلة، ومن أيضا القصص الجميلة اللي يرويها والذكريات وجماله. فعلا تجد هذا الرجل هو العبق الماضي المميز في هذا الرجل. أسأل الله مده بالصحة والعافية يا رب. ودائما ديوان عامر بعد فاصل راح تتابعونا إن شاء الله. أقول لكم لا تطوفونه، تابعوه وراح تستمتعون مع ضيفنا الكريم في هذا التقرير القادم إن شاء الله بعد الفاصل.